آثار الوحي ومظاهره على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. من آثار الوحي ومظاهره على النبي صلى الله عليه وسلم: ألف سماع دوي كدوي النحل عند وجهه الكريم، ويستنبط ذلك من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل. ب تغير لونه وغشيانه حال مثل حال المحموم وتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد، ويستنبط ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. جيم ثقل وزنه صلى الله عليه وسلم جدا، حتى إن البعير الذي يكون عليه يكاد يبرك، وإن زيد بن ثابت خشي على فخذه أن ترد، وقد كانت فخذه رضي الله عنه تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ويستنبط ذلك من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي قال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله غير أولي الضرر.